بدنا نحكي لنور الروابدة بالتوفيق بمسيرته الاحترافية الجديدة مع نادي سيلانغور الماليزي. هلأ النادي نزل على الانستغرام شوية أسئلة عشان يتعرفوا عن نور الروابدة، منها إذا عمره راح على ماليزيا من قبل، وإذا تعرف على ماليزيا بالكامل، ومين كمان اللاعبين اللي حكى معهم، وبرضه يعني شوية أسئلة من كمان المباريات يعني اللي شافها الأفضل عنده. هو جاوب إنه بالاحتراف ومباراة الأردن وإسبانيا. نشوف التفاصيل كاملة مع هذا الفيديو. My name is نور الروابدة and they call me the engineer. I was in الفيصلي كلاب. We took the league, the Jordanian league, last season. I can play number 6 and number 8. I have 2 matches to remember. The first one is the AFC Final Cup with Al Muharraq that we took. And the second one is with the national team against Spain. No, this is my first time as a professional player, but it's my second or third time. I came here with the national team also. يعني زاير ماليزيا مرتين مع الناشونال تيم، المنتخب الوطني. وشو كمان؟ تحياتنا الكتير كبيرة لنور الروابدي وعدد من اللاعبين كمان اللي هلأ بموسمهم الاحترافي، يعني لغاية ما يرجع دورينا على خير بعد شهور طويلة جدا. كل التوفيق لهم. وايضا يزن العرب رجع ايضا على نفس النادي، فتحياتنا الكتير كبيره لهم. وسمعت انه محمود مرضي حيكون هناك، فايضا بالتوفيق لهم. شو عنا كمان؟ اكيد بالتوفيق لهم. هلا بدنا ننتقل ليزن العرب ونشوف ابرز اللقطات واحلى الايام ب 2022. إذن سنة جميلة على يزن العرب، تحياتنا كتير كبيرة له، وإن شاء الله دائما تكون أيامه أروع من رائعة. هذا اللاعب المحترم وأيضا المهني، يعني كمان كل التوفيق بالاحتراف له مرة تانية بماليزيا. أكيد كل التوفيق له. هلأ بدنا ننتقل لأنس العوضات يلي انتقل لنادي العين السعودي، ونشوفه بعيدا عن كرة القدم وهواية القيادة. خلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض. هلا في فيديو لو انه نزلناه، بس امبارح وصلنا كثير متاخر. دوري تحت 19 كان من نصيب الوحدات، وعلى طريقه ميسي احتفلوا فيفا، يعني تحياتنا لهم والف مبروك هذا الدوري. انس كان المفروض يوقع مع النادي السعودي، ولكن يعني العين السعودي، ولكن ما تمت العمليه،
والاحتمالية يروح على أحد الأندية الكويتية، لسه ما تقرر بعد رسميا هذا الحديث، إلا أنه فعليا ما وقع مع العين السعودي. بالتوفيق أكيد لأنس العوضات. أكيد بالتوفيق له. ننتقل هلأ لمهند أبو طه على أنغام أغنية نادي الوحدات. تحياتنا لمهند أبو طه، ومبارح يعني كان بجوز هو نجم التتويج بالطريقة. تحياتنا كتير كبيرة لإله. أكيد تحياتنا لإله. هلأ بدنا ننتقل ليزيد أبو ليلى ونحكي له كل عام وهو بألف خير، ونشوف كيف أصحابه حبوا يفاجئوه وهو بيتدرب بالجم. كل عام وأبو شام بألف خير، وإن شاء الله طولة العمر لإله وللعيبة كمان اللي كانت أعياد ميلادهم شهر واحد كتار والله طلعوا. صح. شهر الاحتفالات. شهر الاحتفالات. هيك خلصنا فقرة كواليس. يعطيك ألف عافية كاتيا، كثير الفقرات حلوة، وإن شاء الله هيك لقائنا يتجدد بك أي يوم السبت القادم. أكيد. شكرا. هلأ ملف كرة القدم كامل معك. خلص.